الحمد لله المنان وأستعين برسوله خير الأنام عليه وعلى آله وأصحابه أزكى الصلاة والسلام أصحاب السعادة والسماحة أيها الحفل الكريم أود أن أتشاور معكم بعض الكلمات حول موضوعي المختار موقع كتاب العربية الجديدة في تأليف الفن القصصي المعاصر من نجيب محفوظ إلى جوهرتي لا حاجة للقول أن الفن القصصي له جذور عميقة في التراث الأدبي الإنساني إذ عرفه الإنسان من أقدم العصور حيث كان هو مصدر هذه الفن وكان حياته نفسه مصدر جميع ما قصص فيه وبالطبع تطور هذا الفن بعدما تطورت المجتمعات ورأينا هذا التطور في جميع أنواع الأدب كما رأيناه في الفن القصصي أيضا وعندما نتناول جذور هذا الفن القصصي في اللغة العربية نرى أيضا أن له جذور ممتدة إلى أقدم العصور حيث نبدأ فيها بالعصر الجاهلية حيث كانوا يواظبون ويتحققون ويثبتون الأمور المجتمعية بقصصهم وكان أكثر ما تناولها الحرب والسلم والتعايش المجتمع في ذلك العصر فكما قلت تطورت هذا الفن كما تطورت المجتمع فبعد مجيء الإسلام تطور الفن القصصي واستهل لها نوع خاص يسمى بالقصص الديني وكان الهدف خلفه تثقيف الأمة وتطورها ثقافيا وحسبما تطورت الأمة الإسلامية أيضا حينما نلتفت أبصارنا إلى العصر العباسية نرى أيضا هذا التطور للفن القصصي حيث نرى عدة أنواع من القصص مثل القصة الخرافية والقصة على لسان الحيوان وكذا القصة النادرة والقصة الفلسفية مثل قصة حي بن يقظان وقصص وسير سيرة بن الشداد فهذا التراث القصصي الضخم تطيحنا الرد على من زعم أن القصة أو الأدب العربي ليس لها جذور بل إنها مقتسبة من الغرب وعندما نطرح مسألة الضخم في العربي الحديث مسألة قصة العربية الحديثة فبإمكاننا أن نرى أن خلفها عاملين أساسيين أحدها تراث أدبنا في القصة العربي والثاني تراث الأدب الغربية الذي اقتبس منها الأدب العربي فقد ننبه أن هذا التطور بإمكاننا أن نصلها إلى منتصف القرن التاسع عشر حيث رأينا أن هناك ثلاث مراحل لهذا التطور الفن القصصي العربي فالمرحلة الأولى هو مرحلة الاقتباس من الأدب الغربي فكان هناك تأثر قيمة وتأثر كبير للتعريب والترجمة لقصص العربية إلى اللغات الأخرى فكان هناك أمرين قام بها كتاب العرب أحدها كانت تعريب أنواع الأدب العربي والثاني ترجمة أنواع العربية من مقدمهم إبراهيم المازني ومحمد عوض وغيره من الكتاب أما المرحلة الثانية فهو مرحلة التأليف والإبداع فكان ما أثار إلى هذه المرحلة الحاجات الاجتماعية خاصة بعد الاستعمار الغربي فمن مقدمي الكتاب في هذا المرحلة مستحل عمر نجيب بن محفوظ الذي ذكرناه في موضوعنا اليوم والمرحلة الثالثة هو مرحلة النجز والازدهار الذي تطور فيه الأدب العربي خاصة بتساهمات نجيب بن محفوظ وجوهرتي الذين دمجوا بين الأدب العربي وكذا الغربي وقاموا
بإخراق وإهداء أدب عربي قصصي طيبة للمجتمع، حيث نال نجيب المحفوظ على جائزة نوبل أيضا. وكل هذا ينبئ ويشير إلى أن الأدب العربي لها جذور قيمة طيبة، لا حاجة لها إلى الالتفات إلى الأدب الغربي حيث يقول إننا اقتبسنا منها، لكن لها جذور خاصة بها. هذا ما أريد أن أقول، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.